الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. كنا في الدرس السابق بتوفيق الله كنا نبحث عن حكم سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن حكم الأنبياء كلها حكم تسعد الإنسان إذا عمل بها، وهي مخطط لكرامة الإنسان في كل الأزمان وعلى كل المستويات. فالإنسان الذي يأخذ بحكم الأنبياء هو الذي يأخذ بكمال تجارب الحياة المنتجة أو الحياة السعيدة. مر معنا من حكم سيدنا عيسى عدة حكم، ونختمها بثلاث حكم لسيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الإمام أحمد عن الأوزاعي رضي الله عنه قال: كان عيسى عليه السلام يحب العبد يتعلم المهنة يستغني بها عن الناس، ويكره العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة. هذه حكمة من حكم روح الله سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. كان يحب العبد الذي بيده مهنة يعني صنعة، ويكره العبد الذي يتعلم العلم ليأكل به وليكون العلم مهنة له. العلم صفة من صفات الله تعالى، من صفات الله العليم، فلا يجوز للإنسان أن يتخذ العلم مهنة لطعامه وشرابه، إنما العلم هو لكشف الخفايا التي خفيت عن الإنسان في هذه الحياة. فالقرآن علوم وحكم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علوم وحكم. أن يستعمل القرآن والسنة لأجل طعام أو شراب أو كساء، فهذا الذي استعمل الغالي في الرخيص، استعمل دينه من أجل طعامه ودنياه، وهو من أشقى الخلق على الإطلاق. أما الذي يتعلم العلم وبيده مصلحة صنعة، والعلم ليتقرب به إلى الله، فهذا الذي يسعد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالمراد المسلم يجب أن تكون بيده مصلحة وصنعة يستغني بها. ومن قبل ورد في الحديث: الصنعة في اليد أمان من الفقر، أمان من الفقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أصحابه أصحاب المصالح اللي كان بإيدهم
صنعات بيشتغلوا. صاحب الصنعة دائما صاحب كرامة لا يحتاج الغير، دائما جيبه ممتلئ ونفسه شبعانة من الميل إلى مال الغير. أما إذا لم يكن بيده صنعة فجيبه فارغ وعينه جائعة إلى مال الغير. فالإسلام طلب من المسلم أن يكون صاحب عمل وصاحب صنعة، والصنعة هي التي تغني الإنسان وتنفع كل الناس، تنفع الخلق وتغني الإنسان من المال الحلال. فسيدنا عيسى أحب للمسلم أن يتعلم مهنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يكره العبد البطال، إن الله يكره العبد البطال. إذا كان ليس بيده مصلحة ولا صنعة عم يضيع الأوقات، فالله يكرهه وإن صلى وإن صام وإن حج، الله يكرهه. والله يحب العامل الذي يسعى لكسب لقمة عيشه بيده أو ليكفي أهله وأولاده. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام العامل بجانبه بيده الخشنة، أخذ النبي يد العامل فقبلها وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد يحبها الله ورسوله، لأنه يأكل من كسب يده اللقمة الحلال. إذا كان يحب الله، الله تعالى يحبه لأنه يأكل من كسب اليد، فمعناها الذي لا صنعة له ولا يأكل من كسب يده إنما يستدين من فلان ومن فلان، فهو عبد لا يحبه الله. الله يحب العبد الغنية التقية الخفية. فهذه صفة من صفات سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه، حكمة من الحكم أن يكون الإنسان صاحب مصلحة. الآن أصبح العلم تنوع، في علم الطب وفي علم الهندسة وفي علم الإلكترون وفي علم الجيولوجيا وعلم أشكال ألوان العلوم، وصارت هذه العلوم أبوابا للرزق. مهندس بدرس هندسة مشان يأكل لقمته بآخر النهار، والطبيب مشان يأكل لقمة الخبزة ويلبس شافة الخراء، فأكثر من هيك ما في. فصارت الصناعات الدراسات الآن هي باب للرزق وباب للعلم. فما دامت باب للرزق فهذا صار معروفا لدى الخلق أن يتعلم من أجل رزقه ومن أجل طعامه. بينما العامل ما بده يتعب التعب، بينزل للسوق سنتين زمان بيتعلم مصلحة، بيشتغل في بيع وشراء وتجارة، وتجده دائما في بحبوحة ودائما في سعة. وهذا الخير الذي يفيضه الله على عبده المؤمن، أن يكون بيده صنعة يعمل بها فيأكل ويطعم أهله وأولاده. هذا بالنسبة للعمل الذي رغب فيه سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ورغب في ناحية الأخلاق. فمن حكمه في الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا عن خالد الربعي، أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أرأيتم لو أن أحدكم أتى على أخيه المسلم
وهو نائم في من رفقاته وصاحب من أصحابه نائم، وقد كشف الريح بعض ثوبه، طلعت نسمة هواء كشفت نصف خاده، هو مغطى لكن كشفت خاده. قالوا إن إذا كنا نرده عليه، إذا كنا نحن موجودين مغطيه نرجع منغطي لعورته. قال بل تكشفون ما بقي، إذا الهوى كشف نصف خاده بتجوا أنتوا بترفعوا الشرشف كله بتكشفوا كل العورة. بل تكشفون ما بقي، هذا مثال ضربه للقوم يسمعون الكلمة عن الرجل الكلمة السيئة فينشرونها. هذا في الأخلاق، أنه إذا أنت كنت في مجلس وذكروا إنسان بسوء، قالوا فلان بيعمل عمل كذا، المفروض أنت تستر عيبه، قل لهم يا جماعة لا تذكروا أحد بسوء، هذا الإنسان رجل صالح، أنتوا عم تحكوا بسوء أنا ما بشهد ذلك، بدك تستر عيبه. أما إذا قلت لهم أخي اسكتوا ما بتعرفوا مثل ما أنا بعرف، خلينا ساكتين والله يافي عنا وعنه، ما حكى شيها بس شو قال؟ الله يفي عنا وعنه، يعني عامل أشياء إذا بدنا نحكيها يا لطيف فضحته، أنت ما سترته، أنت أخذت البرداية وكشفتها عنه. فالمفروض أن نستر عورة المسلم إذا ذكر عندنا، أي مجلس كنت فيه وذكروا أحدا بسوء فالمفروض فيك أن تنهى الموجودين عن هذا السوء، ثم أن تدافع عن أخيك المسلم بعكس ما يقولون، وإلا فتقوم من المجلس. ورد في بعض الأحاديث إذا كنت في مجلس إذا وقع في الرجل وأنت في ملأ فكن للرجل ناصرا وللقوم زاجرا، وقم عنهم لا تم قاعد، فز عنهم، أنه القعدة هي بدها تكتبك معهم أنك مغتاب. إذا وقع بالرجل وأنت في مجلس، يعني حكوا عليه أساؤوا ذكروا نقاصه، إذا وقع في الرجل وأنت في ملأ فكن للرجل ناصرا وللقوم زاجرا، لأن أخي هذا ما بيجوز تحكوا عليه، وقم عنهم. فكل الأنبياء منبعهم من منبع واحد ومشكاة واحدة، كلهم يقولون قولا واحدا وإن اختلفت العبارات. فقال إيه طيب إذا كان نايم مين اللي بيغطيه؟ إذا نايم كشفوا الهواء بتغطوا عورته ولا بتكشفوها؟ قال لا نحن مغطيها، قال له لا كلكم بكشفها. وهذا الدليل انه اذا كنت في مجلس وذكر احد بسوء، بدل ما تستر عيبه وتستر سوءه تجي انت بتفضح عيبه وبتفضح سوءه، فانت كشفت ستره وما سترته. ومن ستر على مسلم، النبي يقول ستره الله في الدنيا والآخرة، مقابلها يعني ومن فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة. هي من الأخلاق، من الأخلاق ما قالها صلوات الله وسلامه عليه، كمان فيما روى الإمام أحمد وابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال مر عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون معه على جيفة كلب، فقالوا ما أنتن هذا، حواريين سكروا مناخيرهم وهربوا، شو هالإنتان هذا؟ فقال عيسى وقف ما مشي، فقال تعالوا انظروا ما أشد بياض أسنانها،
شوفوا قديش سنان، سنان هالكلب هذا قديش بيض. قالوا يا روح الله أما وجدت إلا أسنانها شوفت البيض؟ قال أحببت أن أعود لساني الكلام الحسن، أحببت أن أعود لساني الكلام الحسن. ومرة مر به خنزير، خنزير، فوقف عيسى وقال مر بسلام، مر بسلام. ما خنزير، سيدنا عيسى كان يحرم الخنزير ونهى عنه، فلما مر قال له مر بسلام. فقالوا يا روح الله لهذا الخنزير تقول له مر بسلام الكلام الحلو لهذا الخنزير هذا؟ قال أكره أن أعود لساني الشر. هذا درس إلنا من سيدنا عيسى، أن لا يتكلم الإنسان إلا الكلام الجميل، الكلام الصالح، حتى ولو كان مع كلب أو مع خنزير. لا تقول للكلب كلمة ناقصة، لا تقول للخنزير كلمة ناقصة، فهي جيفة كلب أمأنتن وطالع ريحته. قال له تعالوا 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 انظروا ما أشد بياض أسنانها، أسنانها هالبيض، شوفوا أسنانها ما أبيضهن، إيه ما شميت الريحة، إيه ما شايف هالدود اللي طالع، ما شايف هالإنتان هذا. قال أحببت أن أعود لساني الكلام الحسن، فكأنه صلوات الله عليه يقول أيها المسلمون تخلقوا بالأخلاق الحسنة، وليكن قولكم دائما قولا حسنا. بعض أوقات بيطلع خلقك بدك تحكي كلمتين، واحدة تقيلة واحدة أخف شوي، احكي الأخف وتريك التقيلة، احكي الصالحة وتريك الناقصة. قل أخي والله طالع عولي خلقي، خليك دائما الكلام الطيب هو صفة، صفة من صفاتك، لتأخذ بقول الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. دائما احكي الكلام الطيب بالبيت مع أولادك مع جيرانك مع أخصامك، تحسن تسبهم وتشتمهم، لكن الكمال أن تتكلم الكلام الحسن، هذا أفضل ما تتكلم الكلام السيء وتسيء لنفسك وتسيء لمن معك. خلي كلامك طيب، كلامك جميل. وكما ورد أن الصحابة كانوا ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أطايب التمر. شلون أنت بتلاقي التمر الطيبة الظريفة؟ هيك كانوا يدوروا على الكلمة الحلوة، يحكوا الكلام الجميل. لذلك يا ابني انتشر الإسلام على إيدهم في شرق الأرض وغربها، ما بالسلاح والقوة، نشروه بالحكمة، نشروه بالبسمة، نشروه بالكلمة الطيبة، انتشر الإسلام. أما بالعنف وبالشدة ما بينتشر الإسلام بالعنف والشدة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت، لنت لهم. كان النبي لينا برحمات الله سبحانه، فهذا كله تعليم لنا أن نكون في ذلك من أهل الإحسان في الكلام لكل الخلق. واحد بعض أوقات بيطلع خلقه بالبيت، ممكن تحكي لمرتك تضربي بهالشكل، ممكن تحكي لها، ممكن تقلها بكلمة أقسى من هيك شوي، هاي الكلمة بتجرع عاطفتها. والمرأة تنسى الحج لكن ما بتنسى الكلمة السيئة، حججتها وزورتها تنسى الحج والزيارة لكن الكلمة القاسية ما بتنساها. فغير الكلمة، بدل ما تقول لها الكلمة هي القاسية قل لها سبحان من خلقك،
سبحان من خلق لك هالشكل الجميل، بدل تضرب بها الوش إلا يبعث لك شي ضربة مصاري، يبعث لك شي 1000 ليرة سوري. خلي كلامك طيب حتى ما يكون في البيت في دائما أسى بينك وبين أهلك. والحكمة الرابعة، روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن وهب قال: قال المسيح عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الله، أكثروا ذكر الله وحمده وتقديسه، وأطيعوه، فإنه يكفي أحدكم من الدعاء إذا كان الله تبارك وتعالى راضيا عليه، يكفيه أن يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي، اللهم اغفر لي خطيئتي وأصلح لي معيشتي وعافني من المكاره يا إلهي. إذا الله تقبل بكفيك الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وأصلح لي معيشتي وعافني من المكاره يا إلهي. فهي الحكمة التي قالها سيدنا عيسى: أكثروا ذكر الله. والنبي قال أكثروا، والنبي قال أكثروا ذكر الله، والقرآن قال أكثروا، قال أذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا كان القرآن عم يقول لك كلام الله أذكروا الله ذكرا كثيرا، وسيدنا محمد عم يقول لك أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون، وسيدنا عيسى عم يقول لك أكثروا ذكر الله، فإن كنت مسيحي بتسمع كلام سيدنا عيسى، وإذا كنت محمدي بتسمع كلام سيدنا محمد، وإذا كنت بتحب الله بتسمع كلام الله. طيب وإذا لا سمعت كلام عيسى ولا كلام سيدنا محمد ولا كلام الله وتركت الذكر وما ذكر ذكر كتير، شو بتكون أنت؟ من مين بتكون؟ مسيحي ولا مسلم ولا بتحب الله ولا ما بتحب؟ لا هاد ولا هاد ولا هاد، الأديان كلها اجتمعت سوا يا ابني. الإكثار من ذكر الله هذا أمر كل الأديان وكل الأنبياء، سيدنا عيسى كمان، سيدنا يحيى كمان كذلك أمر بكثرة الذكر، فكل الأنبياء أكثروا ذكر الله. في واحد ما بيذكر ولا حاول أن يجرب يعود يذكر الله شوي، بيحضر أول درس بيسمع على الذكر، وتاني درس وتالت درس، وشهر وشهرين وذكر وذكر، بتلاقي لساته بارد ما اشتغل بالذكر. يا ابني يعني معناتها ما لك مقتنع أنت لا بالشيخ ولا بكلام النبي ولا بكلام الله ولا بكلام السيد المسيح، ما لك مقتنع، يعني الكلام كله عم ترميه ورا ظهرك، فكأنك ما الكلام ما له قيمة عندك. فإذا القرآن ما له قيمة عندك، والنبي ما له قيمة عندك، والسيد المسيح ما له قيمة، وأهل الله ما له قيمة، طيب أنت شو لك قيمة عند الله؟ وقد ورد: إذا أردت أن تعلم ما منزلتك عند الله، بدك تعرف شو قيمتك عند الله، فانظر ما منزلة الله عندك. شو منزلة الله؟ إذا أمرك بأمر بتطيعه ولا بتتأصر؟ إذا بتأصر فمعناته أنت لما بتطلب من الله، الله ما بيلبيك. أكثروا ذكر الله وحمده وتقديسه. الحمد أن تقول الحمد لله، والتقديس أن تقول سبحان الله. وأطيعوه يعني فيما أمركم، إذا في أمر إلهي أطع الله في أمره، أمرك
بفرض فامتثله، أمرك بطاعة فقم بها، نهاك عن معصية فاتركها. قال: وأطيعوه، فإنه يكفي أحدكم من الدعاء أن يقول إذا رضي الله عليه، أن يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي، وأصلح لي معيشتي، وعافني من المكاره يا إلهي. حفظته: اللهم اغفر لي خطيئتي، وأصلح لي معيشتي، وعافني من المكاره يا إلهي. هذا دعاء سيدنا عيسى، قال هذا بكفيك إذا الله رضي عليك. ومتى يرضى الله عليك؟ الله يرضى عليك إذا امتثلت أوامره، إذا امتثلت أوامر الله فالله يرضى عليك. إذا أديت شرع الله وأديت أحكام دين الله فالله يرضى عليك بذلك. وأخيرا، أخرج الإمام أحمد والبيهقي عن عبد العزيز قال: قال المسيح: من تعلم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ثلاث صفات حتى تكتب من العظماء في السماء: أن تتعلم وتعمل ثم تعلم. أي حديث درسته سمعته، أي آية سمعتها تعلمتها، اعمل بها ثم علمها، تسجل في السماوات من العظماء. وإذا سجلت في السماء من العظماء مداهنة، يعني بداهنوك بيسموك من العظماء مداهنة؟ لا، تأكيد. ومتى ما تسجلت من العظماء فأنت عند الله عظيم، وفي الآخرة من العظماء، وتدخل الجنة مع العظماء. هكذا سجلتك أهل السماء إذا تعلمت وعملت وعلمت. والنبي شو قال بالنسبة لذلك؟ قال: نضر الله امرأ، يعني الله يبيض وجهه، رجل نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها من لم يسمعها. فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهي الصفة لازم تكون دائما مع كل مسلم، يتعلم ويعمل ويعلم. هذه صفة المسلم الذي يرفع الله له الدرجات ويسمى في السماء من العظماء. هي الحكم وردت. إذا واحد بده أكثر فيه، أكثر من ذلك بكثير، ممكن يرجع للجزء الثالث في الدر المنسور في صفحة 201 إلى 214، يرى من الحكم أكثر من ذلك بكثير. فبعد ما الله عز وجل ذكر حكم سيدنا عيسى، قال: يعلمه الكتاب والحكمة. هناك حكم نبينا عليه الصلاة والسلام، حكم النبي عليه الصلاة والسلام تكاد أن تكون أحاديثه كلها حكم صلى الله عليه وسلم. فكل كلمة من كلام رسول الله حكمة، إذا عمل بها الإنسان سعد وأسعد. فكل كلام النبي حكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. أوتيت جوامع الكلم، يعني عبارة صغيرة وفيها معاني، فيها معاني كثيرة. فمثلا أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، عظني وأوجز، موعظة صغيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استقم، قل آمنت بالله ثم استقم.
قل آمنت بالله ثم استقم. هالكلمتين هدول بيجمعوا الدين كله. آمنت بالله يعني أن تكون عقيدتك ممتلئة بأن الله معك دائما، هاي معنى آمنت بالله، ومن كان الله معه لا يقع في خطر. ثم استقم يعني على أحكام التشريع، وأحكام التشريع استقم، القرآن من أوله لآخره استقامي، بدك تشتغل بالقرآن من أوله لآخره، والسنة كلها استقامي. فجمع الدين بكلمتين صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم. فهي من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث آخر النبي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذه من الحكم التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. دع ما يريبك يعني كل شيء بيقع في بقلبك شك من ناحو تركه إلى شيء لا شك فيه، أنه هذا حلال ولا حرام تركه، هذا حلال خذ الحلال. أما متى ما وقع في شك بجوز أو ما بجوز، حلال ولا ما حلال، إن نعمل ولا ما نعمل، فمنقول لك دائما إذا وقعت في شك فاترك الشك إلى ما لا شك فيه. وجدت معنا كاستين، كاسة ماء وكاسة عصير، لكن مشتبهين فيه، انه بيجوز شربه ولا ما بيجوز، تركها وشرب المي. دع ما يريبك من كاسة العصير الى ما لا يريبك، ان ما فيه شك وهي كاسة الماء، حتى دائما تبتعد عن المحرمات. فنبينا عليه الصلاة والسلام من اتبع سنته أو تتبع السنة وجدها كلها حكمة، حكم تبنى عليها سعادة الإنسان في حياته الدنيا وفي حياة الآخرة. فالسعيد من عمل بقول رسول الله، السعيد من أحب رسول الله وطبق شريعته. بعد أن بين الله تعالى أن سيدنا عيسى أوتي الكتاب والحكمة زاد فضل الله ومنته عليه، قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. سيدنا عيسى من بني إسرائيل، والتوراة نزل على سيدنا موسى، وكان سيدنا عيسى مأمورا بتطبيق أحكام التوراة، أن التوراة فيه أحكام شرعية شبيهة بالقرآن، فمأمور سيدنا عيسى أن يحكم بأحكام التوراة لأنه لم تنزل عليه شريعة، نزل عليه كتاب رحمة، كتاب عطف وحنان. الإنجيل هو كتاب دائما رحمات وعبادات وليس فيه دنيا، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ما فيه دنيا إنما فيه رحمات. والسبب أن اليهود بشريعة سيدنا موسى لعبوا كثيرا حتى أضاعوا الشريعة وأخذوا بقول الأحبار تبعهم، فكان كل همتهم جمع الدنيا. اليهود كل همتهم في الحياة جمع الدنيا والمال، فصاروا ماديين، نسيوا الإيمان ونسيوا الروح. فأرسل الله سيدنا عيسى بالروح ليحيي فيهم الإيمان ويحيي فيهم القلوب، فأتى عيسى بروح. وأما التشريع فبيأخذوا منين؟ من التوراة، فلذلك علمه الله التوراة، تعلم التوراة سيدنا عيسى من صغره، تعلم التوراة ثم نزل عليه الإنجيل فكذلك تعلمه، فكان يعلم التوراة وكان يعلم الإنجيل. وهنا قول الله ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة، يعني يعلمه التوراة والإنجيل. التعليم الذي كان هو أن يحفظهما ويحفظ حدودهما ويحفظ تشريعهما ويحفظ علومهما ويعمل بها
ثم يعلمها. ولما سيدنا عيسى صلوات الله عليه لما قرأ في صغره قرأ في الكتاب، يعني قرأ عند عالم، قرأ عند الشيخ، علمه الكتابة والقراية، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب، ما قرأ أبدا ولا كتب أبدا. فسيدنا عيسى نزل عليه الإنجيل وقرأ التوراة، أما نبينا لا قرأ ولا كتب، إنما علوم النبي علوم وحي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. لا، الآية مو هي الآية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كل كلمة نطق بها النبي هي من علوم الله له. النبي ما قرأ كتب وما أتى بحكم من الكتب، إنما أتى بها من إمداد الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام بمعجزات تليت وظهرت وأحكام ذكرت، كل ذلك من غير قراءة ولا كتاب. وما كنت تدري من قبل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. أهل الباطل كانوا قالوا أنه بيكتب، لكن ثبت أن النبي لا قرأ ولا كتب، لا عبارات نثرية ولا شعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي يعني له أن يتعلم الشعر، فلا شعر ولا نثر، إنما كانت علوم الله للنبي صلى الله عليه وسلم علوم وحي وعلوم تنزيل. فسيدنا عيسى قرأ بعد الحكمة التوراة والإنجيل حتى كان التوراة والإنجيل كأنه نورا اتصف به سيدنا عيسى، فكان كأنه نور يمشي على وجه الأرض من علومهما. وكما سئلت عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن. سبحان الله، بعد ما أنزل عليه التوراة والإنجيل ما أنزلهم ليقرأهم، أنزل عليه التوراة والإنجيل ليعلمها، والمعلم هو الرسول المرسل من عند الله، أرسله الله برسالة، هذه الرسالة بده يبلغها للمجتمع، فبلغ رسالة موسى التي هي التوراة، وبلغ رسالته التي هي الإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. هذا توجيه لستنا مريم، الملائكة عم تبشرها من البشارة أنه هالولد يلي جاكي واهتممتي بولادته هذا بده يصير رسول، بده يصير رسول يحمل رسالة الله ويحمل شريعة الله عز وجل إلى بني إسرائيل، فأبعثه إليهم مؤيدا بوحي الله، أرسله الله وقد أيده بالوحي من عنده وبالمعجزات التي تدل على صدقه. النبي لما بيأتي بيحوي معجزات، المعجزات تثبت أنه نبي من عند الله، حيث أنه لا يستطيع أحد أن يطبق هذه المعجزة أو أن يأتي مثلها. سيدنا عيسى لما أتاه الوحي كان يبلغ من العمر 30 سنة، 30 سنة لما أتته الرسالة، ومكث فيهم 3 سنين يعلم حتى تآمر عليه اليهود وأرادوا قتله وكتفوه أخذوه لعند الملك. الملك سألوا، طلع ما في عليه أخطاء، ما في حق، أهل مشان إيش بدي أقتله، ما في عليه أخطاء، قالوا له لا هذا أخطأ،
وكلهم أجمعوا على أنه يقتلوا أو يضربوا. فثلاث سنوات بعدها رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وكان سيدنا عيسى آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل. بعد سيدنا عيسى ما أتى رسول أبدا إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك كانوا يسألوا في التوراة موجود وفي الإنجيل أنه يبعث رسول آخر الزمان، فكانوا يسألوا سيدنا عيسى: أنت المؤيد، أنت نبي آخر الزمان؟ قال لهم: لا، إنما أتيت لأبشر به. وعطى إشارات النبي عليه الصلاة والسلام وعلم إشارات النبي، فكانت هاي كلها من بشارات الله عز وجل الذي أرسل الملائكة بها لمريم رضي الله عنها وصلوات الله عليها، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. رسولا يعني يحمل الرسالة، حمل الرسالة يعني تبليغ الرسالة إلى من لم تبلغه. فكان سيدنا عيسى أينما جلس يبلغ رسالة الله، يستهزئ فيه، يحكوا عليه، طعنوا فيه، واليهود خاصة تآمروا عدة مرات، ومع ذلك كان يبلغ رسالة الله. فمعنى اللي بده يقوم يبلغ الرسالة إخواني، ما لح يلاقي الأرض مفروشة بالورود، ما لح يحطوك بالصدر ويقولوا لك يا مرحبا وأهلا وسهلا، في قدامك في من ينتقد وفي من يرد وفي من يتكلم وفي من يؤذي وفي من يضرب وفي من يتآمر بقتل. هكذا الدعاة من يوم أن خلق الله الدنيا وإلى قيام الساعة بيتآمروا عليهم وبيبذلوا الجهد في قتلهم حتى ما يتم مين يتكلم بالحق. لكن دين الله تكفل الله به، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لحافظون شلون حافظون؟ الله لا يحفظه، لا يحفظ دينه أو كتابه في صندوق، إنما يحفظه في قلوب أوليائه، يحفظ علومه في عقول أوليائه. فالعلماء هم الذين يحفظون دين الله في كل زمن، فإذا راح هذا العالم موجود عالم آخر وعالم آخر، وأمة النبي لا ينتهي الخير فيها إلى يوم القيامة. الخير موجود بأمة رسول الله إلى قيام الساعة. فهذا الرسول، إذن كل من قام لتبليغ الرسالة فهو رسول. سيدنا عيسى أرسل الحواريين ليعلموا، فشو كان اسمهم؟ رسل. الله في سورة ياسين ذكر الرسل اللي بعثهم سيدنا عيسى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. مرسلون ما رسل من عند الله، مرسلون من عند سيدنا عيسى، أرسلهم لتبليغ الدعوة والرسالة. إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسلنا ما برسالة وشهادة من السماء، أرسلهم سيدنا عيسى بأمره لتبليغ دين الله. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، يعني من المعلم الذي علمنا أرسلنا لنبلغكم، إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، دغري أنكروا الرسالة كلها، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. طيب احنا جايين نبلغكم بس اسمعوا. قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا لن أنتم شؤم، وأنتم من وقت انفتوا للبلد أصابنا النحس،
المطر ما عادت نزلت، والبقر ما عادت حلبت، والوسم صار للدجاج، جيدكم لهالبلد صارت مصيبة. فنظروا إلهم ما دعاء، نظروا إلهم إنه بلاء ومصيبة أتوا إلى البلد. هذا أخواني، هذا في كل زمن يقوم الداعي فيه يلاقي هذا. واحد بيقول له الله ينفعنا من بركاتك يا شيخي، والثاني بيقول له حطنا بجبتك، واحد بيقول له حطنا ما بدك دخلنا معك على الجنة، كله استهزاء استهزاء. هكذا صفة الداعي في كل زمان. فما يظن الواحد انه بده ياخذ دائما دلل مكرم يشرف واهلين ميت مرحبا وتفضلوا مولانا وتفضلوا سيدنا، لا يا ابني، في مقابلها مقابلة من بطعان ومين بكفر وفلان كافر بخرجوا من الإسلام. فما بتصير يا ابني الدعوة انه تكون قائم بالدعوة وانت مدلل. أشد الناس بلاء الأنبياء، ما بلاء جسد يا ابني، ما بلاء مرض، البلاء هو تسلط ألسنة الخلق عليهم، تسلط الناس عليهم، هذا البلاء. هذا بيتآمر وهذا بيكذب وهذا بيحكي عليهم وهذا بيطالع عليه نقائص وهذا ساحر وهذا بيقول كاهن، أشكال ألوان. فبدك تتحمل وتحمل يا عيني إن كنت بتتحمل، بدها واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا الواحد زمن المأمون ادعى النبوة، عمل حاله نبي، فبده صار يعمل أتباع حواليه، حكوا للمأمون جاب معجزات، شو معجزتك انت؟ هذا وزير المأمون قدام المأمون، قال له معجزتي واضحة، المرأة قديش بتهبل لحتى تجيب ولد قديش؟ قال له بدها 9 أشهر. قال له اعطيني زوجتك الليلة حبلها على بكرة بخليها تجيب لك ولد. فالوزير التفت للمأمون قال له أنا آمنت فيه من غير ما أعطي مرتي. أعطي مرتي يخرب بيته، بياخذ المرأة اليوم يحبلها وعلى بكرة تجيب ولد. المأمون طلع واعي، قال له هلا أنت نبي مزبوط صحيح وجاك وحي؟ قال له أبدا. لتكون أنت مهدي؟ ها؟ قال له لا، نبي ورسول، ورسول كمان ما شاء الله. حكى لاثنين ثلاثة قال لهم كتفوا، عم قال لك نبي، قال له يطول بالك، ما لك نبي انت؟ كتفوا، مسك العصاية وقال له انزلوا فيه خير الزنات، صدخ دخلت. صار يقول له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صدخ. قال له دخيلك، ما بقى بدي نبوة. قال له ما بدي نبوة، أنا مهدي. سلخ. قال له ولا مهدي ولا ولي. قال له ولا ولي. سلخ. قال له خلاص ما في شيء، نهنه بالقتل. قال له هلا فكوا، شو نبي ولا مهدي؟ قال له لا مهدي لا نبي ولا ولي، ما بقى بدي اياها. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الرسالة بدها صبر كتير لحتى الإنسان يتحمل. فبعد ما أتاه الوحي بتبليغ الرسالة، قام سيدنا عيسى لتبليغ رسالته، فجمع الناس وقال إني قد جئتكم بآية من ربكم. الآية الدليل والبرهان والمعجزة على أن الرسالة من عند الله عز وجل. فهل آية بتثبت بأنه رسول من عند الله؟ ليش سميت معجزة؟ لأنها تعجز العقل عن إيجاد مثلها.
العقل بيعجز انه يوجد مثلها، واصحاب الارواح والقلوب بيعجزوا يحققوا مثل هذه المعجزه. طيب شو الايه اللي اتيت فيها اني قد جئتكم، يعني انا حامل رساله الله عز وجل ومعي دليل من ربكم باني مرسل من عنده، اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. هي المعجزه الاولى، قال له اني اخلق، الخلق لله وحده، وهنا اخلق مجازيه وليست بمعناها معنى الخلق. معنى المجاز يعني اصور، يعني انا بصور الطير من طين، بصوره بساويه مظبوط بعدين بنفخ فيه من الروح. اما الخلق، الخلق لا يكون الا لمن؟ لله وحده. الناس بيقولوا فلان خلق كذا، لا يتجوز كلمة الخلق بالمعنى المراد إلا لله وحده. أما سيدنا عيسى خلق من الطين كهيئة الطير، يعني صور، فكان يجيب الطين ويصوره طير وينفخ فيه بإذن الله. قال له إني أخلق لكم، يعني أسوي لكم، عشان يثبت لهم إيمانهم حتى تعرفوا أنه صاحب روح وله قوة روحية ويرفع التكذيب. قال لهم أخلق من الطين، ما قال لهم من التراب، أن الطين عم يعجنه بالمي، عم يحط له مي ويعجنه. التراب لما نحط له مي شو صار اسمه؟ صار اسمه طين، ما عاد اسمه تراب. فتراب عم يجبله بالمي وعم يصور منه كهيئة الطير. شوفوا الآية، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، ما قال أخلق طيرا، أخلق كهيئتي، يعني أصور كهيئتي الطير، بساوي طير من طين. قال بعد ما بساوي طير بجناحاته بمنقاره برجليه بالطين، قال فأنفخ فيه، يعني من روح إيماني بالله، من إيماني بالله أنفخ فيه نفخة اليقين بأن الله قادر على الإيجاد وقادر على الإحياء. أنفخ هذه النفخة بقدرة الله تعالى، مستمدها من معونة الله من إمداد الله، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. بهذه النفخة بيصير طير، بيطير من الطين. شلون طار؟ هذه القوة الروحية التي أوتيها سيدنا عيسى، فهنا نفخ فيه بأمر الله الحي، باسم الله الحي، نفخ بروح حي، فإذا بالطين انقلب حيا وفيه الحياة. فأما ليس للفاني أن يوجد باقيا، أو ليس للفاني أن يوجد خلقا، فاني ما بيطلع بإيده يوجد خلق، إنما يوجد من بيده ملكوت كل شيء، هو الخلاق، هو الخلاق وحده، وليس للإنسان أن يخلق هذا الخلق. ما هو هذا الطير الذي خلقه سيدنا عيسى؟ هذا الطير اللي نحن بنسميه الخفاش، أو شو بيسموه العوام؟ الوطواط، بنسميه الوطواط أو الخفاش. هذا خلق عجيب، قال فيه الإمام الدميري رضي الله عنه وأرضاه، قال الخفاش خلق عجيب، لأنه دم ولحم يطير من غير ريش. الطيور كلها إلها ريش، إلا الخفاش ما له ريش، مع أنه لازم يكون الريش مشان طلعته ونزلته، فالخفاش ما في له ريش. 2،
الخفاش يلد كما تلد الأنثى، يلد ولادة ولا يبيض بيضا، مع أنه كل الطيور شو بتصير؟ بتبيض بيض، كل الطيور تبيض بيضا إلا الخفاش يلد ولادة. سبحان الله، بيحمل مثل الأنثى وبيلد كما تلد الأنثى، ويرضع كما ترضع الأنثى بدون سدي، كمان رضاعة مثل ما بترضع الأنثى لكن ما في حلمة وبزاز، من منفذ بسيط من الجلد بيمتص. كم وحدة صاروا؟ أول وحدة يطيل من غير ريش، ويلد كما تلد الأنثى، ويرضع كما ترضع الأنثى، ولا يبيض كسائر الطيور، ولا يبصر في ضوء النهار، ما العيون بالنهار ما بيشوف، لذلك ما بتشوف البطواط أو الخفاش بالنهار مطلقا. إمتى كان بيطير؟ إنما يرى في ظلمة الليل ساعتين فقط، الساعة من بعد المغرب بعد غروب الشمس، وساعة قبل طلوع الشمس، بهالساعتين بينتشر، بيطلع من عشه بيطير بهالساعتين، غير هالساعتين لا يقعد وين؟ بعشه. سوى طير وقام طلع أعمى، وبدل ما يبيض ولد ولاده، وبدل ما يكون له حضانة للبيض صار له رضاع يرضع، بيلد مثل الأنثى. قال: ومن عجائبه للوطواط أنه يضحك كما يضحك الإنسان، يضحك كما يضحك الإنسان. فيما لو واحد كان قاعد وبيته فيه عشوة وطواط، بعض أوقات بيسمع ضحكي بيفكر إنه زلمة عم يضحك، بيطلع بالبيت بيدور بيكون هو منين؟ من الوطواط. وله أسنان وأذنان وخصيتان، أذنان وأسنان وخصيتان يعني بيطين، وأنساه تحيض كالنساء، أنساه تحيض كالنساء، والذكر يمني كالرجل. الوطواط الرجل الذكر له مني كمني الرجل، أنه هذا مين صوره؟ سيدنا عيسى، إفاطة طلع مثل بني آدم لكن بصورة طير. الذكر يمني كالرجل، ويبول كما يبول ذوات الأربع، الحمار والبقرة والتور شلون بيبولوا؟ هكذا يبول مثلهم. فإذا كان خفاش يمني، حصل مرة بين هارون الرشيد وبين الست زبيدة يعني زوجته، حصل خلافا أودى إلى الطلاق، كاد الإماء هارون الرشيد أن يطلق الزوجة. السبب: استيقظت زوجته يوما فرأت على وجه الفراش مني بقعة مني على الفرشة، فقالت لزوجها، قالت له: عم تخوني على الفرشة؟ انت امير مؤمنين وعم تخوني على الفرشة، مين هي اللي جايب على الفرشة؟ ايه؟ قال له: ولك انا ولا انت؟ مين اللي قعدتي على الفرشة؟ مين اللي جايبتي؟ مع مين؟ انت خاينة؟ لا انت خاين. هي اتهمته وهو اتهمها. هارون الرشيد جاب العلماء لحتى يشوفوا هذا مني رجل ولا مني امرأة، مشايخ ما حسنوا يفصلوا، ما بقى حدا من المشايخ، قالوا له القاضي أبو يوسف، جيبوا القاضي. إجا القاضي أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة،
مجرد ما طلع على النطفة رفع رأس للسقف قال له يا أمير المؤمنين في ببيتكم مطواط خفاش؟ في خفاش ببيتكم؟ قال له ايه في خفاش. قال له هذا المني من هذا الخفاش. شو هالحكي هذا؟ خفاش؟ قال له نعم، الخفاش يمني كما تمني الرجال وأنساه تحيض كما تحيض النساء. فبذلك انحل الخلاف بين هارون الرشيد وبين زوجته، وبحل الخلاف عمل صلحة، فكانت الصلحة أنه عمل له أطيب الطعام لأبي يوسف، كان فالوزج يعني مثل البقلاوة بالفستق، وحط له بصحون فيروز. وقام لما شافها أبو يوسف بكي. ليش عم تبكي؟ قال له بشرني بذلك شيخي أبو حنيفة من يوم أن كنت طالب عنده صغير. كنت طالب صغير، أمه صارت تجي بدها تخلصه، قلت يا ابني تعال بدها تشتغل. بعدين حكيت للشيخ، قالت له فسدت لي ابني لسه أغلب، لك بدنا ناكل. قال لي أنا بدفع لك الأكل وتركي عم يتعلم. ما رأيك لو أتاه يوم أكل أكل الفالوزج في صحون الفيروزج على مائدة الملوك؟ شو رأيك؟ قالت له هذا إذا وين ما عم يشتغل مشان ما عم ناكل لقمه، هذا بده وين؟ قال له بيجي يوم بياكل الفالوزج. هذا اللي بيثبت مع أهل الله، يعني اللي بيثبت مع أهل الله هيك بيصير، بياكل الفالوزج بصحون الفيروز على مائدة الملوك. قال له بشرني إياها من 50 من 55 سنة، بشرني فيها شيخي. فإذا الخفاش إذا له صفات كصفات كصفات الإنسان. ورد في الخبر فيما أخرجه ابن جرير عن ابن إسحاق أن عيسى جلس يوما مع غلمان من الكتاب، لما كان في أوله هو والولاد بالمكتب، فأخذ طينا ثم قال أجعل لكم من هذا الطين طائرا. عم بيحكي للولاد اللي هو وياهم بالمكتب قاعدين، سويكم من هالطينات طير؟ قالوا وتستطيع ذلك؟ أن سيدنا عيسى متى نطق؟ في المهد، وهو نبي من الطفولة ففيه له هالإمداد. قالوا لي بتحسن؟ قال نعم بإذن ربي. قال ثم هيأه، يعني رسمه، حتى إذا جعله في هيئة الطائر نفخ فيه ثم قال كن طائرا بإذن الله، فخرج يطير من بين كفيه، وخرج الغلمان بذلك من أمره. طلعوا كل واحد من تعالوا شوفوا هذا عيسى من الطين سوا طير. فذكروه لمعلمهم فأفشوه في الناس. انطلق بين الناس، كل الناس عرفت بأنه عيسى يوجد من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله سبحانه، مما يدل على أنه سيدنا عيسى كان له روحانية خاصة. روحانيته روحانية كانت عالية الذبذبات، سريعة الذبذبات، كان لها حالة خاصة مع الله عز وجل. سبب في سبب؟ نعم. ما ظن شيء بيجي من غير شيء، أولا أنه رسول من عند الله هي مسلم فيها، لكن كأسباب سيدنا عيسى كان يأكل من بقل البرية، ما كان يأكل اللحوم ويأكل الأكل اللي عم نأكله إحنا، كان يأكل من بقل البرية، فصة نعنع ترخوم بقلة شو يلاقي هذا الأكل تبعه كان. وأكل الخضرة
بيعمل دائما طراوي في المعدة وبيجعل القلب في صفاء، بيقوي صفاء القلب. تسمعوا بغاندي؟ غاندي هذا شو كان؟ غاندي يعتبر ملك من أكبر زعماء الهند. هذا كان يصوم كل 4 أشهر سوا، ولما يفطر ما يفطر إلا على إيش؟ على البقد، على الحشيش يعني. فكان له حالة روحية قوية جدا لقلة طعامه. قلة الطعام تعمل قوة روحية، تجعل في الإنسان استعداد روحي هائل. قلة الطعام بتقوي الروح، وكثرة الطعام بتأسي القلب. فهيك طعام كان. وأما بالنسبة للمنام فكان قليل النوم كثير القيام صلوات الله عليه. وكثرة القيام بالليل كمان تعطي صفاء الروح وإمداد الروح. هي 2 3 صلوات الله وسلامه عليه ما كان يشتغل، كان يأكل من كسب أمه. أمه تشتغل وهو يأكل من كسبها، وكان كل وقته صار فوين؟ بكثرة الذكر. فكثرة الذكر مع قلة النوم مع قلة الطعام شو عملت بروحانيته؟ صارت روحانيته روح شفافة. فهالروح الشفافة الروحانية صار مع هذه الحالات، فانطلق بعد أن خلق من الطين كهيئة الطير، صار لروحانيته قوة لا حدود لها، فانتقل إلى عمل ثاني. قال وأبرئ الأكمه. الأكمه الذي لا عيون له أبدا. هلأ الأعمى في عين، الأعمى في عين لكن ما بيشوف فيها العين، إما القرنية أو القزحية أو الشبكية مضروب لا يرى بها، في عين. أما الأكمه ممسوح تمام، ما في عين أبدا، ممسوحة مسح كلي كجلد من فوق لتحت، ما في عين. هذا يقال له أكمه. هذا سبحان الله من كم سنة أنا رأيته في الحجاز، أظن كان معي الأستاذ محمد بال91. واحد يقول قلت له نشوفوا هذا الأكمه، أنتم ما شفتوا هذا لسا في بلادنا، ما رأيته أنا في الحجاز رأيته. بيكون جلدي من فوق من الجبين للخد، فلا في عين ولا أثر للعين. فهذا كان سيدنا عيسى يحط إيده على الوجه ويقرأ له شيئا فيفتق الجلد وتخرج العين ويرى فيها كما يرى صاحب البصر الصحيح. هذا من سيدنا عيسى. وأبرئ الأكمه يلي بيلاد ما في عيون أبدا، فكان يبرئه يعني لا في حدقة ولا في ببو ولا في شيء منوب. فكان بمجرد ما يحط إيده ويقرأ ينشق الجلد يتفتق وتخرج العين بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما شافوا أنه الأكمه سيدنا عيسى ردل البصر، ما أعمى أكمه فاقد منه، ردل البصر. قال أبرئ الأكمه والأبرص. البرص مرض جلدي، مرض جلدي معدي، بصير بياض في الجلد، وهذا البياض بصير عن مرض متعب ومهلك جدا ويؤذي. هذا لو عالجوه ما بيزول بالعلاج، لو استعملوا له دواء ما بيزول بالعلاج. هذا كان مرض مفزع بالنسبة للناس، كانوا يفزعوا من هالمرض فزع شديد، ويعتبروا أنه مرض يتطيروا برؤيته متى ما شافوا، يقولوا هذا فيه الضرر والإيذاء. كانوا لا يقربون المريض له ولا يكلمونه
ولا يأخذون منه ولا يعطونه من بعيد، حتى لو مات ما كانوا يدفنوه، كانوا يجيبوا عواميد يحفروا جورة من بعيد ويجيبوا عواميد يدفشوه بالعواميد حتى يساقطوه بالجورة ويرموا فوقه حجار حتى ما يتقربوا له، من كثر ما كان هذا المرض عندهم مفزع. فكان عيسى صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى هذا الأبرص مسح بيده على جلده وقرأ له فيعود جلده جيدا حسنا ولا كأن به شيء من أذى أو من ضرر. هذه المعجزة خاصة بسيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وكل معجزة للنبي في ذلك الزمان، كل نبي له معجزة على حسب زمانه. سيدنا عيسى وجد في زمن انتشر فيه الطب، كان الطب منتشر لكن هذا الطب ما فيه له دواء، فأتى بمعجزة فاقت الطب وفاقت الأدوية. الطب ما بيحسن يخلق عين، إذا واحد أكمه ما بيحسن يوجد له عين، إذا أبرص ما بيستطيع يغير له جلده، فأتى سيدنا عيسى بهذا فغير مفاهيم الناس إنه هذا يعجز الإنسان عنه، وما دام بيعجز الإنسان فبذلك ثبتت نبوة سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، هذه ثلاث أمراض معدية. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، رواه الإمام أحمد عن أنس. هذول هالأمراض النبي عطانا لهم دواء، مين بيعرف الدواء تبعه يرفع أصبعته؟ لا يستحي، في كم واحد